السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين اخواتي المتابعين. النهاردة ان شاء الله كلامنا هيكون عن فندق جاز اكوا بارك مارين الغردقة. هنتكلم عن كل حاجة انتوا عايزين تعرفوها، الاسعار، الفيو بتاع الفندق عامل ازاي من فوق، كمان في كام حمام سباحة، في كام اكوا بارك، وفي كام مطعم، وشكل الغرف عاملة ازاي، والنظافة، وكل حاجة عايزين تعرفوها. اللايك الجميل بتاعكم زي ما عودتوني عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، ويلا بينا عشان نتعرف على الفندق بالتفاصيل. اول حاجة هنعرفها هي موقع الفندق. الفندق موجود في الغردقة على البحر الأحمر، بالضبط في جنوب الغردقة في منطقة مجاويش. الفندق ده من فئة الخمس نجوم، في حوالي 20 مسبح، يعني حمام سباحة، وفي حوالي 3 متنزهات مائية اللي هي الأكوا بارك. كمان هتلاقي فيها عدد كبير من المطاعم، هفرجكم دلوقتي على شكل الاكل عامل ازاي هناك، حاجة فخيمة جدا. الفندق ده اللي هو جاز اكوا مارينا الغردقة هو يعتبر من أفضل فنادق الغردقة ومن أفضل الفنادق الساحلية بشكل عام. ليه؟ عشان هو صف أول على البحر، شاطئ رملي، وكمان بيناسب الكبار والأطفال لأنه فيه ملهى مائي أو الأكوا بارك المناسبة لجميع الأعمار، ومناسب للإقامة العائلية كمان، وكمان فيه عدد كبير من الخدمات والمرافق. طب لو سألنا مثلا ايه هي الخيارات الترفيهية اللي بيقدمها لنا الفندق، هنلاقي حاجات متنوعة. يعني اول حاجة منطقة شاطئية خاصة فيها غوص وفيها غطس اللي هي الغطس يعني، وفيها تنس وترفيه مسائي، برضو هتلاقي فيه حفلات ليلية اللي هي حفلات السمر، وفي كرة طاولة، في كرة طائرة، وكمان في عروض موسيقية وسهرات على العشاء، وفي نادي أطفال وملهى مائي اللي هو الأكوا بارك زي ما قلنا في الأول. والفندق كمان بيقدم مرافق عناية بالصحة زي مركز اللياقة البدنية اللي هو الساونا والجاكوزي والمساج، دي من ضمن الحاجات اللي بتميز الفندق. طيب يا جماعة، لو هنتكلم عن المطعم مثلا او عن الاكل بوجه عام، هنلاقي في خيارات كتير عندك. في 3 خيارات اللي هي المطعم الرئيسي اللي بيقدم الاطباق العالمية بشكل بوفيه مفتوح، وهتلاقي كمان بيوفر الفندق مطعم ايطالي ومطعم اسيوي بيقدم الاكلات الايطالية، والتاني بيقدم الاكلات الاسيوية. اللي هي السنجل طبعا لشخص واحد، او ممكن تنفع لشخصين عادي اللي هو السرير الكبير. هتلاقي في الغرفة التريبل ل3 اشخاص او اكتر ممكن، برضه هتلاقي الغرفة دبل لشخصين.
تمام كده. بيوفر كمان الفندق يا جماعة، هتلاقي فيه نظام الجناح، يعني لو عايز جناح ترفيهي يعني حاجة أكبر من مجرد غرفة عادية، هتلاقي موجود كذا خيار من الجناح. لو ناس سألتني على أسعار الفندق هقولك الأسعار طبعا بتتغير على حسب الموسم أو الفترة الزمنية اللي انت نازل فيها، بس بوجه عام هتلاقي الأسعار حوالي 124. طبعا الفندق بيقدم الوجبات 3 وجبات بوفيه مفتوح، اللي هي الفطار والغدا والعشاء، وبيقدم كمان بين الوجبات اللي هي سناكس ومشروبات فري، دولار في الليلة الواحدة. أظن كده اتكلمنا عن كل حاجة خاصة بالفندق وما سبتش أي حاجة. يا رب أكون فدتكم النهاردة، وحاسب لكم كمان التفاصيل الخاصة بالفندق اللي هو العنوان بالتفصيل في أول تعليق مثبت، وكمان التليفون عشان الحجز. سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.